في سبب لأصراري على فتح الصندوق قدامي، وهلأ بقلك السبب. خانم فخر الزمان شالجي، أنا لما أتفرج بعيون الناس بعرف فوراً إذا الهدية عجبتهم أو لأ، رضيوا عنا أو لأ. لهيك أنا حابة أشوف عيونك أول ما تشوفيها، يا ترى رح تكون فيها نظرة رضا وفرح أو ما رح تعجبك. عين الحسود اللي بتشوفك تبلى بالعمى، عيونك حلوين لدرجة ما بيقدر الإنسان اللي مقابلك يعرف إذا عجبتك الهدية. شو هالكلام؟ أنت عم تخجلينا يا خاتون، أنا مو شايفة بحياتي مثل هاد. بس اللي شوي مستغربته أنت ليش كلفتي حالك هالقد مشاني؟ أنا أصلاً ناوية أجيب لك أغلى هدية بلاقيها بالسوق، حتى تعرفي إنه نيتي صافية وما في بقلبي أي مشاعر حقد أو ضغينة تجاهك. من قبل ما أشوفك وأتعرف عليك تخيلت أنك مفكرة زوجي أعزب حتى تتزوجيه، بس ليلة مبارح لما سمعت صوت الضحك وشفت نظراتكن المعباية حب وحنان زاد يقيني أضعاف مضاعفة. بالحقيقة أنا اتركي كل شي مثل ما هو، خليه على حاله. أنا خبرت الأمير مبارح وهلأ رح خبرك إلك كمان. أنا مو ناوية ضايقك بوجودي بالقصر. لا يا سيدة بهجت، أنا واضح من سلوكك وتصرفاتك إنك بنت عيلة محترمة ومرتبة، بس أنا كمان مرة وفي إلي مكانة ونسب. أبي بيكون الكبير والسيد العشيرة من عشائر القاجار. أنا مو من النسوان اللي بيقبلوا يقسموا حياتهم مع وحدة تانية حتى لو كانت محترمة مثلك. بس شو أعمل، ما عندي خيار تاني وما فيني أرجع على تبريز ولا حتى فيني روح على طهران. أنا صرت مصدر كآبة لألك مع اعتذاري الشديد. بس ما تخافي، ما تخافي أبداً. أساساً لو كان نصيبي عيش وإنعم بهالحياة لكنت انبسطت من 14 سنة مضت من بداية زواجي. أنا عشقته للأمير 14 سنة كاملين، بس هلأ صرت متأكدة إنه اللي بيناتنا خلص انتهى وما بدي منه شيء إلا يكون أبو بناتي. طبعاً بعيد عنك، الله يلعن العشق والمشاعر، هذا كل شي عندي إياه. بعد إذنك أنا لازم أمشي. خليكي قاعدة معنا وبتتغدي مع الخانم. الغداء والأكل لهذا المكان بيطلع من مطبخ كوهر، وبصراحة أنا حابة أقعد وأتغدى مع بناتي لأني ما شفتهم عم ياكلوا من سنين. بعد إذنك يا سيدة بهجة. لساني عاجز عن شكرك على كل كلمة حكيتيها وعلى الهدية اللي قدمتي لي إياها. عن جد أنا بتمنى أكون عند حسن ظنك فيني. أنا ما أجيت لهون وناطرة شي منك، بدي تريحي بالك على الأخير ولا تتعبي حالك بالتفكير فيني. بالإذن. مع السلامة. وصلي سلامي للست أنيس والست مونس. مو معقولة هالمرة ما قدرت جارية بالحكي مع كل محاولاتي يا مهري. بس انتي تصرفتي بطريقة صحيحة، برافو عليكي. اسمعيني فخر الزمان، فخر الزمان. لا تقولي ولا كلمة، خليني اهدى وركز شوي لحتى اعرف شو عم بيصير. كلامها والهدية تبعها شوشوا افكاري يا مهر النساء. معك حق،
تصرفاتها غريبة، عن جد هالمرة كتير غريبة. صار لي ساعة عم حاكيكي، بس على ما يبدو عم غني بالطاحون. انت وعدتني نعيش لحالنا بالقصر، بس شو بدي اقلك، لما المرة بتحتار لا تتوقع منا تحكي. حضرتك سمو الأمير، انت القوي والعزيز، انت المقتدر، بس انا شو؟ لا تظلميني يا فخري، انا قلت لك انه بهجت ما رح ترجع. المرة اللي راحت ما بتشبه لهي، كانت مجنونة لدرجة انه أنيس ومونس آخر فترة كانوا يتمنوا للموت. يا ويلي، حرقت لي قلبي يا سمو الأمير. انت ما تنزعجي، لأنه هي ما بترغب فيني ولا أنا كمان. اللي بيجمعنا بس البنات. أستغفر الله، حاسس وكأنه الله بلش يزعل من أرسلان المسكين بالفترة الأخيرة من حياتي. لكن أنا شو بدي أقول؟ يا دوبني بلشت أعرف شو يعني كلمة عروس. قربنا نحل المشاكل والمصايب اللي صارت معنا بآخر فترة، بس هلأ. إيه هذا قصدي، بس هلأ. الله يلعن كلمة بس هلأ. طيب سؤال، أنت حابة طلق أو نخلص؟ استغفر الله، أنا ما قلت لك طلق، بس أنا ما بحب اللف والدوران، بالذات لما بتقلي كلمة بس هلأ. بس هلأ شو؟ بس هلأ مرتك رجعت، وهي لانا مجنونة ولا ناوية تترك القصر، إجت للضل ومن حق الضل هون. بناتها هون وبناتك من حق الضل. وين رح تضل؟ إذا بدها تضل معنا مصيبة. أنت متخيل الموضوع سهل علي؟ لا ميرزا أرسلان، الموضوع ما نو سهل، بس ما عندي خيار تاني غير أرضى بالواقع، أو مثلا ضب غراضي وروح أنا. ليش لا تروحي؟ إذا كان في حدا لازم يروح فهي بتكون بهجت. أنا مثلك ما بحب الظلم، بس ما عندي مفر. إذا هجرت لفترة رح تفهم علي وتترك القصر. لا ميرزا أرسلان، لا، هاي المرأة أم بناتك، وعن جد مرأة بنت أصول. كانت عم تجاملني وقالت لي إنها ما بترغب ترجع علاقتكم، بس هاي الأمور ما بتتحمل مجاملات. شو عم بتقولي يا فخر الزمان؟ شو معنى هالحكي؟ هاد يعني هي رح تضل وانت رح تروح لعندها. بدي روح لعندها؟ انت شايفة قلبي قطعة قماش قديمة لحتى أقسمها؟ أنا فكرت منيح، هي رح تضل فترة بالقصر وبعدين بدي ابعتها تسافر، إن وافقت أو ما وافقت. هي غلطت بحق كتير ناس لدرجة إنه رحيل عنا رح يكون مو ظلم. قلت لك لا، لا، ما دام في بعيونها دموع وحسرة على فراق بناتها، أنا عندي شرط واحد. أنت شفتيني وافات حتى عم بتحطي علي شو؟ أنت لازم توافق، ومن بعد هيك رح تكون ليلة عندي وليلة عنده. والشرط يلي بدي حطه ما له شرط صعب أبدا. ما تقلي ولا كلمة بخصوص اللي عم بصير معك هنيك لما تكون عندها، ما تحكي بهالقصة وأنا رح أعتبرك مانك متزوج. فخر الزمان، هاي كلمتي الأخيرة، أعتبر هاي أول ليلة رح تقضيها عند بهجت. أنا ما بدي ضل هون، رايحة على بيت أخي. فخري، مع السلامة ميرزا أرسلان.
بنتي أنيس أعطيني السماء. خير شوفي. شوف شواربك يا أبي. ليش شبههم؟ كلهم لبن. لا لا يا بنات عم تضحكوا علي. يلا كلي، ما دقتي مثل هذا الأكل من فترة طويلة. لا حاجتي، سلم إيديك، شبهت بكفيني أكل. إيه خلصنا كلي يلا. ما اشتقتي للمرقة يلي أنا بعملها؟ أنا طبخت بإيدي. بلا أنا مشتاقة لكتير شغلات يا بارفين، كتير شغلات. أنت من هلأ ليوم القيامة ما رح تشتاقي إلا لسمو الأمير. ليش ما أجا معك؟ عن جد فخري، يا ريتو اجا معك. المرة الماضية ما كان الظرف مناسب حتى اتشكره. اقسم بالله ما بتمر ليلة الا وبدعي له فيها من قلبي. ما توقعته يوقف معي هالوقفة. اثبت لي شرفه. برافو عليه. تعرف لو ما وقف معك انا كنت طلبت الطلاق. شو عم تعمل؟ قلت لك انا بسكبلك. ما بدي. قلت لك لا تعيدها. يسلم ايديك يا بارفين، كتر خيرك، بيتك عامر اخي. بالاذن. شو صار لها؟ سكبيلي كمان. رح اسكب لك بس صحنك لساته معبى. بهجت، تفضل. قلت لك 100 مرة يا ابني، عروض القماش اليزدي على الواجهة وبعده حط الكشميري. بس مو أنا اللي رتبت الطاولة، هذا يونس. هي بتقدر تنبهه وتعلمه. حاضر. أهلين يا فخري. أسد في معك وقت؟ كل وقت إليك أختي، فوتي على المحل أنا جاي لعندك. رتب الطاولة لأرجع يا ولد. حاضر. ديري بالك، لما أعطاني إياها قال لي إنه جاهز. هاي المرة اللي عم تحكي عنها لو ما تزوجته قبلك وعندهم أولاد، أقسم بحياة طاهر لقتلت بها المسدس اللي أخذته من زوجك. شو قصة المسدس يا أسد؟ هذا ضمان لوفائه. اجى لعندي قبل الزواج ليحصل على موافاتي وانا قلت له لا. قلت له من الافضل ما يمتزج دمنا مع دم القاجاريين، بس هذا الحكي كان قبل قتل الملك. وقلت له انه عشيرتكم بتشبهوا الملك وبسرعه بتفكروا بالزواج الثاني والثالث والرابع. وافقت عليه
بشرط إذا ارتكب أي خطأ وتزوج عليك رح أقتله. طيب برأيك هلأ هو ارتكب خطأ؟ ارتكب خطأ وما ارتكب، شو رأيك أنت؟ ما عمل شي، ما ارتكب خطأ، بس كل عشقي وحياتي ومستقبلي طاروا بالهوى. أنا عم جن وأحكي مع حالي، بعد كل هالمصايب أنا ما بستاهل يصير معي هيك. بناء على الشرط يلي حطيت له يا صدقيني الوضع لسه بده يصير أسوأ. يا ريتك طلبتي سكر على حالها. فضل شوفهم وخليهم تحت عيني، إذا كانوا بعاد عني رح أتعذب أكتر. دايلي قدر أتحمل يا أسد، أنا قلت إجي خبرك أحسن ما تسمع من العالم. ليكي أنا هون وهاي المسدس قدامي، وشو ما كان قرارك فأنا رح أدعمك ومعك للآخر. لا تحبسي بقلبك، لأنه هديك المرأة إذا كانت صادقة وقدرت كلامك فأنت كسبتي ثواب. بس تذكري يا فخري، أوعك ينقلب ثوابك ويصير جحيم. كوني صادقة بس لا تكوني هبلة. لنشوف الزمان كيف رح يدور وتقلب الدنيا فينا. ايه بسيطة. ايه هيك ها؟ صدقت يا أسد، بيتك بيشبه هالكاسة، بس القصر القاجاري بده هيك ليحلى. اخ منك يا فخري، اخ منك. شبك؟ وضعك صعب لهلأ. هالأمير ما ارتكب ولا خطأ، بس إذا صار وغلط معك فصدقيني مصيره رح يكون واضح ونحل بهذا المسدس. لا سمح الله يا أسد، لا تحكي هيك. راح يا مهر النساء راح. ليش عم تعذبي حالك هيك يا بنت؟ أنا حاسبتهم صار له 14 ليلة، حاجة ترقبي. لو صاروا 14 ألف ليلة أنا رح ضل أتعذب. شوفي فخر الزمان، إذا كنتي ندمانة على الاتفاق خبريني، أنا بروح وبخبر الأمير، وصدقيني إنه أنتوا الاثنين رح ترتاحوا. هالزلمة المسكين كل ليلة والتانية مقضيها بمكانه، بس يطلع من عندك بتحسي رايحة المسلخ مشان يذبحوا. والله هالزلمة ما بده يروح لعندها. وأنتي شو عرفك؟ من إمتى بتعرفي شو مخبى بقلبه؟ شكراً يا ربي، شكراً لأنك خليتني بلا زوج. ليش؟ والله فقدان الزوج أحسن من فقدان العقل. أنا ما بعرف شو السر اللي مخلي النسوان ما يحافظوا على زوجهم وعقلهم سوا. شوفي المسكين زوجك عم يتخبط ويعمل كل شي كرمال يرضيكي وما تبعتيه لعندرتك. إذا هو عم يقلك ما بدي يروح لعندها، في عندك شك بكلامه؟ روحي قلي له يا زوجي إذا صعب عليك لا تروح، وإذا راح لعندها وقتها فيكي تحكي اللي بدك ياه. آخ يا مهر النساء، أنا عم بحكي معك هذا الحكي بس كرمال خفف عن حالي. طيب فيك تعيد الدرس مرة تانية؟ الفلس الأسود نصف الشاهي هو 25 دينار، والشاهي الواحد
بيساوي 50 دينار، واثنين شاهي سنار 100 دينار. ممتازة. اثنين سنار بيساووا 200 دينار. وشو بيسموهن؟ بيسموهن اي صح، عباسي. ممتاز. 200 دينار بتساوي عباسي. طيب 1000 دينار شو بتساوي؟ 1 تومان. الألف هي 1 تومان؟ أنا آسفة، 1000 بتساوي قران، والـ2000 بتساوي قرانين. ممتازة. طيب 10,000 هي تومانان، وبكفي لليوم. بلاقي عندك تومان يا خانو؟ إليكو، هاد هو، ما شفتي لهلأ؟ شفته بس ما لمسته. شو هي أعلى قيمة لهالعملة؟ 100 تومان. 100 تومان؟ خدي امسكيها، احفظيها مشان إذا شفتيها تعرفيها. لا يا خانم شكراً، ما بدي. ليش خايفة؟ الموضوع عن جد بخوف. أبي حسين مرة كان واصله حوالي بـ2 تومان وخباهم تحت الأرض من خوفه عليهم. الله يرحم روحه. تعرفي شغلة يا بنت؟ أنت عم تتعلمي الحساب بسرعة. رح نعلمك أنا ومهري القراءة والكتابة حتى ما تروحي على السطح. الله يسود وشي، والله أنا ما كان بدي يصير هيك. وشيلك عني يحيى. يحيى كان عم يعمل خير معي، وانقلبت القصة عليه. قول عنبر، قول عنبر. تعالي وخدي السطل على المطبخ وشعلي النار تحته. يحيى، يحيى. شوفي يا بنت عمي، حمال عني هاد السطل كتير تقيل. اهو بنص حجمك وبتقدر تحمله لحالك. بحياتي ما عملت شغلة إلا وقلت لي اهو بتعملها. طيب أنا عم كذب؟ استنى حتى يجي أبي المسا. ايه ويجي، أصلاً أنا رح خبره. من الصبح للمسا ما عندك شي غير الأكل والنوم، وقعدة تشتكي من حمل السطل. هلأ هيك؟ طيب سيد يحيى، من اليوم وطالع بتعطي هاي التياب المشقوقة لآهو وخليها تخيطن. ليكو إجا شيرزاد يا يحيى، يلا روح. أهلين يا سمو التزام السلطنة، شو جبت لي؟ لا تحكي بالتلميح يا سيمون. ماشي، أنا راح أحاكيك بصراحة. آخر هذا الأسبوع حضر حالك، لأنه راح يجوا لعندك أصحاب المصاري ومعهم أفراد من المحكمة والشرطة كرمال إخلاء العصر. خبر مرتك والولاد باللي صار معك كرمال ما يعملوا فضايح للجماعة، فهمتني؟
ما بحق لأي ابن حرام يعمل هيك فيني، ما بحق لأي شخص فقير إنه يعمل فيني هيك. فما بالك بهدول اللي جايين من جديد عن نعمة؟ يا زلمة، أنت اللي عملت هيك بحالك. كان عندك فرصة لتصحح الموضوع لما أنت ما حصلت على اللقب، تبين بأنه مالك مكان بهي الحكومة الجديدة، وأصحاب المصاري صاروا يتباحثوا بالموضوع تبعك وقرروا يطالبوا بحقهم. صدقني صدقني يا أمير أنه موضوع ديونك طلع من إيد سيمون. ها؟ مفكر حالك رجال؟ ما في رجال بالعالم ما بيعرف شو يعني كرامة وشرف الرجال قدام أهله وعيلته. أنت كيف بتسمح لهم إنهم يجوا بهالبساطة؟ ومين قال لك إنه هذا الحل الوحيد؟ ها؟ وإذا بتسمع مني وأنت بالعادة ما بتسمع، فيك تتنازل عن عمارة الناصرية، أعطينا إياها لمدة سنة وهيك منسكت. لا لا تكون غبي يا أمير، إذا تنازلت عن عمارة الناصرية الكل رح يتركوك لمدة سنة كاملة، ورح يكون عندك وقت لتبني حالك. مو معقول. أنا بظن في حدا ساكن هنيك وغالي كتير على قلبك. أكيد بتحبه حتى مو قبلان تقول له يطلع. لا ما في حدا، بس أنا ما رح أتنازل عنه ولا بالأحلام. ماشي، ما ضل عنا إلا حل واحد. أي حل؟ روح جيب المصاري من زوجاتك الغنيات ورجعهم لأصحابهم فورا، واحتفظ بالناصرية. كأنه أنت جنيت. أنا لا. طيب عندك حل أفضل؟ لا، بس انتبه أنا ما بتحمل هذا العار أبدا. يعني برأيك أنا لو كنت أدران أطلب المصاري من رفقاتي وعائلتي وأهلي ومرتي ما كنت قبلت بالربا من عندك؟ الخيار بضل إلك، بس معك مهلي حتى يوم الجمعة. شوف أي حل أقل ضرر إلك ونفذه ورجع المصاري لأصحابها. ساعدني بشغلة يا سيمون، بسببك أنا تورطت بهاي الورطة، لا تخلي سمعتي تنهان. أنت غالي علي، أنت كتير غالي علي يا سمو الأمير، بس ما في بالإيد حيلة يا صاحبي. أنا بقدر أعمل لك شيء يساعدك بحل مشكلتك. شو هو؟ أنت بتعرف منيح أنه هلأ ما فيك تسكت أصحاب المصاري حتى لو عطيته المبلغ 3000 تومان، مو هيك؟ مزبوط. دبر لي خمس هذا المبلغ والباقي علي. يعني 600 تومان؟ إيه 600، وراح نلتقي بحمام فضلي ليلة يوم الجمعة. ما تنسى تجيب تياب الحمام، أنا حاجزه كلياته باسمي. وليش الحمام؟ لأنه مفيد لمزاجك السيء. لشوف شو فيني ساوي حاليا. مع السلامة. بس أنا لو كنت مكانك لتنازلت عن عمارة الناصرية وارتحت. المصاري 2 من فئة 100 تومان والباقي من فئة 25، وهي 200 قطعة ذهب من فئة التومان. شكرا يا بهجة الملوك، رح أرجع لك ياهن فورا، وإذا كان بدك رح نكتب إيصال أو صك لحتى تطمني أني رح أرجعهن بأقرب وقت وما رح أكلن عليك. برأيك في إيصال وصك أفضل من أنيس ومونس؟ وحتى لو ما كانوا أنا واثقة أنك بترجعهن يا سمو الأمير، إذا احتجت شي خبرني وأنا تحت أمرك. شكرا.
بس اطمن، بعرف لا أفسر ولا البنات ولا أي حدا رح يعرف فيهم. ارتاح يا سمو الأمير، ريح بالك. ما شافك سمو الأمير؟ لا، بس لازم أرجع بسرعة. احكي، عم اسمعك. حاضر سيدي. تتذكر بناء الناصرية اللي قلت لك بملكه؟ عرفت انه الخانم عايشة هنيك. سمعته؟ مثل ما قلت لك. حلو. حيو سمو الأمير أرسلان، طلع في عنده زوجة عرفية وما حدا بيعرفها. طيب كم شخص عايش هنيك غيرها؟ رجب علي، أنا بسأل عن هالقصص. طيب إذا قلت لك والأمير عرف إنه الأمير ما راح يعرف، بس إذا غلطت معي أكيد راح يعرف. يا ربي إمتى راح أخلص منك؟ خلص أنا. اطلع من هون، روح يا سيدي. الله يزيد بعزك. لك هلأ مو رايق لك، خلص عم قل لك روح. يا خانم يا خانم، خوفتيني. اهو شو صاير؟ بعتذر خالتي مهري، بتقلك انطري شوي لانه قلقانة عليكي. يا الله منا، لما ما بدي روح بتقلي روحي، ولما بدي روح بتقلق علي. الله يسود وشي لاني اخرتك، بس ما راح خليكي تطلعي من هون لحتى بالي يرتاح. مهري النساء، انا رايحة اشوفهم واتغدى معهم، بس ما راح احكي وناقشهم بشي. ماشي؟ لا، اقطعي لي وعد انك ما راح تردي على كل يلي بيحكوا لك اياها. اوعك تروحي وتتخانقي معها وترجعي لعندي تخبريني انه علقته وتخانقته. كتير حلو. وبعدين؟ بعدين صدق مين قال انه صاحبته الضره بتصير حلوه واللي الى سلفه بتصير سيده؟ دخيل الله يا بنت على هالعيون ما احلاهم. روحي. حطي لي الجاج هون والملفوف بهذا الطرف، وشوربة الخضار هنيك. بسرعة. حطي البندورة هنيك جنب الكباب. حركي. حطي المرأة هون. لما بتخلصوا شغلكم فضوا هالمكان. لحدا منكم يقوم من مكانه، تفضل. انتبهي إذا الخانم بدها شي خبريني فورا. حاضر. بسم الله ميرزا أرسلان. بسم الله، تفضلوا. طمنيني شو الأخبار بهجة الملوك؟
استقريتي عنا إن شاء الله؟ بالحقيقة الاستقرار بالمرة الأولى بيكون كتير صعب، بس بباقي المرات بيصير الموضوع أسهل بكتير. ليش عن كم مرة عم تحكي؟ هي بس مرة واحدة، وإن شاء الله ما بصيروا أكتر من هيك. إن شاء الله. وإنتي شو أخبارك فخر الزمان؟ الحمد لله تمام. إيه ألف الحمد لله. يبدو أن سمو الأمير أرسلان دبر الأمور مليح ولقى حل مناسب وقدر يرضي الطرفين. أحسنت، اتنين راضيانين ما شاء الله. أنا بظن لو أجلنا الحديث بهذا الموضوع لبعد الأكل بيكون أحسن للكل. مجاملات الرجال مختلفة كتير عن النسوان يا أرسلان. النسوان إذا ما سألوا عن أخبار بعضهم وقت الأكل صدقني بيفقدوا الشهية. وبما أنه صار عندك زوجتين بالبيت فمن الأحسن تتعلم هاي الآداب بشكل أفضل، ولا تنسى أنه عندك بنتين على وش الزواج. كملي أكلك أنيس. حاضر. اسمعي يا عروس، شو هالمصيبة؟ برأيي يا أمير أرسلان أنت لازم تلاقي حل لهي المشكلة يلي صارت. أي مشكلة؟ لما بيكون في عندك عروستين بقصر واحد ما بتقدر أبدا تناديلهم بلقب يا عروس، أحسن ما يختلط الموضوع علينا وعلى الخدم وما نعرف أنت مين قاصد. حفظ اسم شخصين ما بظنه قصة صعبة عليك يا أفسر. بهجة الملوك وفخر الزمان، وإذا الاسم صعب بهجة وفخري هالاسمين بكفوا. شو رأيك باسم السيدة الكبيرة والصغيرة؟ أنا شبعت أفسر الملوك، وأصلا بدي روح، بدي داقي حسابات عمي مشهدي. ما حدا يقوم بالإذن. هاي المرة الثانية اللي أبي بيقوم فيها جوعان من دون ما يكمل أكله. إيه بابا دائما بيقوم من دون ما يكمل أكله، بيروح لعند الخانم فخر الزمان. بس فخر الزمان هالمرة قاعدة مانو. الحمد لله إن شاء الله سفرة عامرة يا جماعة. ما أكلت شي يا عروس؟ خليكي قاعدة حتى يجمعوا السفرة ويجيبوا الفواكه والأرجيلة والقهوة. بتشكرك، أنا شبعت. بعد إذنك أنا رايحة لأني وعد مهري اطلع معه. خليكي معنا يا عروس، إذا الأمير أرسلان شاف إنه مرته التانية ما عم تكلفه بشي وقتها ممكن يفكر بعروس تالتة. أنا متأكدة إنه كلامك هاد من باب الشفقة. بس بهذا الموضوع بالذات لا تقلقي علي أبداً. لما أشوف إنه الوضع ما بيناسبني اطمني، حافظة منيح بيت أبي ورح أرجع لهنيك. المرحوم أمن لي حياتي لدرجة إني ما بخاف من وجود عروس ثالثة. شكراً على الغداء والله يرزقني لرد لكم فضلكم. بالإذن. سيدة بهجت من فضلك بدي أحكي معك.